في عام 1346 ضرب أوروبا وباء الطاعون أو الموت الأسود، وفي غضون 8 سنوات قضى المرض على ما يصل إلى 60% من سكان أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعاود الظهور بشكل متقطع لمدة 500 عام. ظل الغموض يلف منشأ وتاريخ ظهور الطاعون أو الموت الأسود الذي وصفه المتخصصون والمؤرخون بأخطر وباء عرفه تاريخ البشرية، لكن العلم استطاع وضع نهاية للغز استغرق 700 عام من البحث. ووفقا لدراسة نشرتها مجلة نيتشر، فالوباء القاتل ظهر فيما يعرف الآن بقرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، وذلك بعد تتبع للحمض النووي البشري القديم المستخرج من موقع دفن يعود تاريخه إلى القرن 14 في شمال قرغيزستان. علم فيل سلافن الأستاذ بجامعة ستيرلينغ سكوتلندا وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة بوجود موقعين للدفن يعودان للقرون الوسطى بالقرب من بحيرة أسك كول في قرغيزستان، وتم التنقيب عنهما في نهاية القرن 19. وعلى أكثر من 400 شاهد قبر تم تأريخ 100 منها بدقة بين عامي 1338 و1339 مع وجود ضريح يحمل جملة موت الأوبئة باللغة السريانية القديمة. هذا الكشف عن التسلسل الذي يحدد بنية الحمض النووي أظهر أن 3 هياكل كانت تحمل بكتيريا اليرسينية الطاعونية التي ارتبطت ببداية تفشي الموت الأسود قبل وصوله إلى أوروبا. وكشف أيضاً أن هذه السلالة لم تؤدي فقط إلى ظهور النوع الذي تسبب في الطاعون وقتها، ولكنه أصل معظم سلالات الطاعون الموجودة اليوم. ضرب الطاعون المجتمع هناك لمدة 7 أو 8 سنوات قبل أن ينتقل لأوروبا. لم يتم القضاء على الطاعون من على سطح الأرض، فكل عام يصاب الآلاف من الناس خاصة في جبال تيان شان الواقعة في آسيا الوسطى.